ايوه يا ابني، ابعت لي سيد. حضرتك رايح فين؟ رايح طالع. اتفضل. تمام معاك 75 و25 مليون جنيه. من هنا رايح فين؟ رايح طالع عند جليل. في معد؟ لا قول له بس عمك خطاب النجاري. رايح طالع عند جليل. اقول له مين؟ عمك خطاب النجاري. الاستاذ خطاب النجاري. خليه يتفضل. مش عايز تتكلم ليه يا كلب؟ يا عمي يا خائن يا عمي يا عدو الوطن يا عمي مش كده يا كلب يا عمي بالراحه مش كده يا عمي مالك يعدموا بالرصاص في ميدان عام اهدى بس يا عمي الشعب المصري يعدي عليه واحد اطلع بره انا يتف في وشه اهدى بس يا عمي يا كلب يا خائن مش الشعب المصري بس الشعب العربي كله واحد يعدي عليه يبولوا على وجهه يبولوا عليه هذا الخائن الداعر يا كلب ده السواق بتاعي يا عم سواق خائن سواق مين؟ السواق بتاعي بس قرع المفاتيح فين ما كانش عايز يرد سواق بتاعك يعني هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه لا يا عم انت تيجي في الوقت اللي يعجبك طبعا